This is WNZK, Dearborn Heights, Detroit. Your ethnic superstation at 690 days, 680 nights. And now, we request that you change your radio dial to 690 as WNZK begins with its daytime broadcasting. WNZK has available a few good hours of airtime for a few good programs to serve their communities. Radio is better than ever in targeting an audience that listens to what you say. Learn more about this exciting radio broadcasting opportunity by calling WNZK Radio at 248-557-3500. Call now. سوا على الهوا على الهوا سوا عطول سوا عطول ما بيبعدنا المكان سوا على الهوا من ميشيغان وواشنطن من يوم اللي اتكون يا وطن المول كنا سوا ليوم اللي بيعتك يا وطن الغيب رح نبقى سوا من ميشيغان on WNZK 690 AM ومن واشنطن on WDMV 700 AM سوا سوا في الهوا والهمين الزاوية سوا على الهوا يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا لما نكون سوا يا حياتي سوا دايب بالهوا ما تعد الصعب ما تقولي لي روح أنا ما بدي روح بعيونك مشلوح ليلة ليلة أنا حدك برتاح كتير أنا شوقي لعينيك كبير أنا حدك برتاح كتير أنا شوقي لعينيك كبير ما بدي سرب يمكنكم الآن متابعة برنامج سوا على الهواء على قناة ميوزك لايف عبر الدش نتورك شانل 633 البرنامج يبث لمستمعين يوم الثلاثاء الساعة 8 صباحا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة في ميشيغان وتوليدو وأوهايو ووينزر كندا على الموجة المتوسطة WNZK 690 AM ولمستمعين في مناطق واشنطن وفرجينيا وميريلاند على الموجة المتوسطة WDMV 700 AM يمكنكم الاستماع للبرنامج عبر الاتصال من أي هاتف على الرقم 702-489-0120 يتلقى البرنامج اتصالاتكم مباشرة من داخل الولايات المتحدة على الهاتف رقم 248-557-3300 الإضافة عبر سكايب US Arab Radio للاستماع للبودكاست usshammedia.com تابعوني أنا محمد عبد الظاهر في حلقة اقتصادية جديدة من برنامجكم الاقتصاد اليوم نلقي فيها الضوء على أبرز القضايا والأحداث الاقتصادية وحركة الأسواق المالية في أمريكا والشرق الأوسط يذاع إليكم عبر برنامجكم سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن والذي يبث على الموجة المتوسطة من ميشيغان WNZK 690 AM ومن واشنطن WDMV 700 من الساعة 8 إلى الساعة 9 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية تابعونا فدائما لدينا الجديد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سوا على الهوى من ميشيغان وواشنطن
عبر أثير صوت العرب من أمريكا. أسعد بصحبتكم هذا الصباح محمد عبد الظاهر. وبعيدا عن الاقتصاد، الهجوم الذي استهدف صحيفة شارلي إبدو الأسبوع الماضي فتح الباب على مصراعيه من جديد حول تواجد ونفوذ جماعات إسلامية وعربية بعينها في بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا. ضحايا الهجوم أصحاب رأي في نظر البعض، وهم آثمون في نظر الآخرين، لكن في النهاية حرية الرأي مكفولة للجميع، وديننا يدعو للحسنى، ورسولنا هو سيد الخلق أجمعين، ويقول صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الحدث أثار تحليلات كثيرة ما بين مشكك ومؤيد لتلك الاتهامات، وما بين من ربط الحدث بسيناريو مقصود لتصفية حسابات وقطع أوصال بعض المنظمات الإسلامية النشطة داخل أوروبا. فهل بالفعل كما يعتقد البعض هناك سيناريوهات متوقعة تقودها بعض القوى الأوروبية خلال الفترة القادمة؟ تلك السيناريوهات الموجهة لدول بعينها في الشرق الأوسط ردا على ما تسميه محاربة الإرهاب. وما هي التحليلات الموضوعية للحدث ما بين الصحة والزيف وما بين الشك واليقين؟ كل ذلك نناقشه في حلقة اليوم، ومعي على الهواء مباشرة من القاهرة الأستاذة الدكتورة عزة عزت، أستاذ الإعلام والرأي العام ورائد من رواد دراسات الصورة الذهنية بمصر، ومن واشنطن مباشرة الإمام محمد بشار عرفات رئيس مجلس الشؤون الإسلامية لولاية ميرلند ومستشار الشؤون الدينية والثقافية في وزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكم جميعا وأهلا بضيوفنا على الهواء. إمام بشار، هل تسمعني؟ نعم أسمعك، أهلا وسهلا. أهلا بك. فقد إن شاء الله تكون الأمور تمام، ردا على ما يعني حدث للمسلمين في أوروبا، ورد الأمور تكون يعني ردود الفعل متوازنة في أمريكا أيضا. أنا فقط أحببت أن يعني أضيف بس توضيح، مستشار الشؤون الدينية والثقافية لطلاب التبادل الثقافي في برنامج الياس. هذا البرنامج تابع لوزارة الخارجية الأمريكية. تماما. إذن إمام بشار، لو تحدثنا في البداية يعني كيف ترى الحدث من وجهة نظركم كرجل دين إسلامي في ضوء ما يدعو إليه الإسلام طبعا من محبة وسلام وتسامح مع الآخرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله لحضرتك وللإخوة والأخوات المشاركين في البرنامج وللمستمعين الأكارم. طبعا الحدث يعني من دون شك يعني يخالف تعاليم القرآن وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام في الرد على من يسيء إلى هذا الدين. وهناك آيات متعددة في القرآن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهم بأنه مجنون وبأنه ساحر ومستهزئ، ويعني آيات لا تعد ولا تحصى، والقرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعامل هؤلاء بالحسنى وأن يعرض عنهم وأن يقابل السيئة بالحسنى، وكذلك أخلاقه من خلال السيرة النبوية المطهرة والشمائل النبوية تؤكد هذا المعنى، لأنه كان رحمة للعالمين ووصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. فلذلك كان يحارب المعتقد الذي يعتقدونه، ولكن كان يحسن حتى إلى أعدائه، وكان يحسن حتى إلى من أساء إليه. لذلك نحن أولا وآخرا مهمتنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحسنى، وخاصة في هذا الوقت الذي فيه يعني 5 مليون مسلم في فرنسا وملايين في أوروبا، تعدادهم أكثر الآن من 50 مليون في كل أوروبا.
فلذلك نحن فعلا أمام مشكلة كبيرة. نعم هناك سياسات متحيزة، هناك ماضي من قبل فرنسا وبريطانيا والدول الأخرى في أوروبا، والآن في عندنا مشاكل أخرى في العراق وفي أفغانستان وفي المشرق كله، لكن السؤال يبقى أنك في أوروبا وفي أمريكا كيف تتعامل الجاليات المسلمة مع الناس في هذه الدول، وكيف تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف تنقض بعض هذه السياسات، وما هي الطرق الصحيحة لمواجهة هذه السياسات، وما هي الطرق الفضلة والأفضل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أنت قد يعني تجد إنسان يريد أن يقتل، لكن ما هي ردود الفعل على كل الأضرار المترتبة على الآخرين، يعني على وليس فقط على يعني المسلمين، ولكن على الدين بوجه خاص والصورة الذهنية التي تنطبع لدى الآخرين عن الدين الإسلامي. يعني هذا ما تحاول توصله إمام تماماً، لأنه يعني هلأ عبر تقريبا 15 سنة وتحديدا من أحداث أيلول في عام 2001، المتضرر من المسلمين أضعاف 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 مضاعفة من غير المسلمين. هناك من يسيء إلى هذا الدين، ونحن بأمس الحاجة أيضا إلى ردود فعل موحدة من قبل العالم العربي. أنا لا أريد أن أقول العالم الإسلامي يعني بشكل كامل، وإن كان هذا كله واجب، لكن نحن الآن بأمس الحاجة من حصرا العالم العربي أن يرسل الدعاة الذين يفقهون عقلية القوم هنا في سواء في أمريكا أو في أوروبا، ليس فقط اللغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن والأنبياء الآخرين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، اللسان لم يعد يشمل فقط اللغة ولكن أيضا الثقافة والتقاليد الخلفية، هذا نحن ما نعتقده والعادات المجتمع الذي يرسلون إليه. نعم تماما، لأنه اليوم أنا أجد في فجوة وهو كبيرة بين من يأتينا من العالم العربي وبين الأمريكيين، وأيضا يعني نحن بأمس الحاجة أيضا لو إلى يعني هذه المعاهد التي تدرب هؤلاء قبل أن يأتوا على عقلية القوم، ليس فقط اللغة ولكن كيف تصل المعلومة. اسمعني إمام عرفات، تسمعني؟ أنا أسمعك بشكل واضح. تسمع؟ طيب، يعني أود أن يعني أتطرق إلى وجهة نظر أخرى للبعض القائل بأن الصحيفة استفزت في السابق مشاعر العديد من المسلمين وما زالت على نفس النهج. يعني هناك من يبرر هذا في ضوء أنها استفزت مشاعر العديد من المسلمين، فما ردك على ذلك؟ استفزت مشاعر المسلمين واستفزت أيضا مشاعر غير المسلمين، وهذا شيء مؤكد أيضا من قبل غير المسلمين، ليس فقط المسلمين ولكن أيضا غير المسلمين الذين يؤكدون على هذه السياسة التي سياسة استفزازية بامتياز. لكن يبقى الجواب، كيف ترد على هذه السياسة؟ هل بهذا الشكل بالقتل؟ وأيضا في وقت يعني سيكون المردود على كل الجالية، ليس فقط في فرنسا، ليس فقط في البلد اللي أنت فيه، لكن اليوم قارة بكاملها، وأيضا في أمريكا على كل المسلمين، وخاصة أننا نعيش اليوم في زمن الإعلام يصور كل ما يحدث ويكبره ويسيء أيضا إلى ما يحدث من مجال تعميم صورة الإرهاب على كل المسلمين رجالا ونساء كبارا وصغارا. نحن أمام مشكلة أكبر. أنا أريد أن أغير، لكن كيف أغير؟ هل أغير بأسلوب يعود بأسوأ مما كان، أو أنا أزيل
هذا المنكر. طيب كيف وما هي السبل؟ هل قام هؤلاء بمؤتمرات في أوروبا ولا يعني يناقشون هذا الموضوع فقط من وجهة نظرهم لكن من وجهة أيضا نظر الآخرين، وأهمية موضوع عدم الإساءة للآخرين، وأهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحسنى، وأهمية إظهار بأن هذه السياسات ستؤثر، وهذا الإعلام اللي أحيانا يكون منحاز الذي يري أشياء ويمنع أشياء كثيرة. يعني نحن مهمتنا اليوم وخاصة في هذا العصر، عصر السوشيال ميديا وعصر الإعلام، أن نؤكد على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحسنى، وأن نؤكد على دعوة الرحمة وليس القتل، وخاصة في هذه البلاد التي استضافت وتستضيف يعني ولنا من المسلمين كل يوم، لكن بنفس الوقت علينا أيضا أن نكون صادقين بتوجيه يعني أصابع اللوم إلى كثير من هذه السياسات التي تتبعها أيضا هذه الدول باتجاه العالم العربي والإسلامي. يعني أنا لا أستطيع فقط أن أتكلم عن شيء وأيضا أغفل أشياء أخرى. لذلك ما حدث أيضا يعني له جذور وله أسباب أنها يعني قد نتطرق إلى بعض من هذه الأسباب والجذور، وأيضا إلى الإعلام الذي يعني يتهمه البعض أو يلقي البعض عليه اللوم في المحاباة أو التحيز والعنصرية. ولكن دعنا نأخذ فاصل الإمام عرفات، وسوف تنضم إلينا الدكتورة عزة عزت من القاهرة إن شاء الله. كوميرشال بريك بليز. تابعوني، أنا محمد عبد الظاهر في حلقة اقتصادية جديدة من برنامجكم الاقتصاد اليوم، نلقي فيها الضوء على أبرز القضايا والأحداث الاقتصادية وحركة الأسواق المالية في أمريكا والشرق الأوسط. يذاع إليكم عبر برنامجكم سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن، والذي يبث على الموجة المتوسطة من ميشيغان WNZK69AM ومن واشنطن WDMV700 من الساعة 8 إلى الساعة 9 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. تابعونا فدائما لدينا الجديد. أهلا بعودتكم من جديد في حلقة اليوم حول سيناريوهات ما بعد أحداث باريس الأخيرة من برنامجكم سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن. معي على الهواء مباشرة من القاهرة أستاذة الدكتورة عزة علي عزت، ومن واشنطن الإمام محمد عرفات. دكتورة عزة، هل تسمعين؟ أيوة، أهلا بك دكتورة. نحن نتحدث يعني كما يعني أعطيت حضرتك فكرة سالفة حول الهجوم الأخير في باريس وتداعيات هذا الأمر والسيناريوهات المتوقعة مستقبلا سواء على العرب أو المسلمين أو على منطقة الشرق الأوسط فيما يسمى قد سيناريوهات محاربة الإرهاب أو إلى ذلك. دكتورة، لو يعني بالأمس نشرت الديلي تلغراف خبر حول انتحار محقق بوليسي فرنسي بعد ساعات من لقائه بعائلة أحد ضحايا جريمة تشارلي وقبل تسليمه تقرير نهائي ببضع ساعات. يعني الأمر بدأ غريبا ولم يثبت مدى علاقة عملية الانتحار بالتقرير كما ذكرت الديلي ميل. يعني كيف ترين الحادث من وجهة نظرك؟ أرى في إطار، معلش هتقول دي نظرية مؤامرة، ولكني أرى من البداية أنه من بعد ساعات من الحادث على طول أصابع الدهام أشارت إلى أنه القائمين به مسلمين أو عرب أو من أصول عربية، حتى قبل ما يقبض عليهم وقبل ما يتم التحقيق معهم، أو حتى لو كانوا عرب ففي وراهم أيدي أخرى. فتعرف أن في أوروبا
العرب والمسلمين والأفارقة وكل الفئات المهاجرة دي وضعهم الاجتماعية والاقتصادية سيئة، وممكن جدا يشتروا، ممكن جدا يحرضوا على أي أعمال، ومش بالضرورة تكون حتى جهات إسلامية. فأنا أرى أن الملابسات دي وراها جهات مخابراتية ومش مجرد حدث عادي. وعشان كده حتى الحراك السياسي في فرنسا انا شفته شكله استعراضي جدا، في محاولة للمبالغة بشكل غير عادي علشان خلق 11 سبتمبر جديدة، والاسلوب المسرحي اللي اخرجت به ردود الفعل على الحادث انا شايفاها مبالغ فيها جدا، وكأنها اجراءات تمهيدية لتبرير فرض او تخلص. يعني فرنسا دولة برضو محترمة، مش هتتجنى او تطرد بلا معنى، لكن على الاقل هيبقى فيه اكسكيوز انهم ياخدوا اجراءات رادعة، يدققوا على دخول الناس، يقدروا بسهولة كل من هو يعني مقيم على ارض فرنسا وبشكل غير شرعي او بيعمل اي شكل من اشكال المشاكل او في اي كروس عليه، ممكن بسهولة يرحلوه، بسهولة يتخلصوا منه، لانه فعلا الغرب بدأ يدرك ان هم اللي صنعوا هذا الارهاب، وهم اللي فضلوا لسنوات مش عايزين يعملوا مؤتمرات يتم فيها تعريف ما هو الارهاب وما هي المقاومة وايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده، وهم اللي صنعوا هذه الكائنات الغريبة اللي احنا بنشكو منها في العالم العربي، وهم بدأوا هم يتشاكوا منها. في تصوري انه هيتخذوا من ذلك ذريعة لانهم يعيدوا الينا تصدير هذه العناصر اللي هي تربت في كنف الغرب، مش هقول الغرب الاوروبي، الغرب الامريكي بداية، وانتشروا ايضا في اوروبا وبالذات في بريطانيا اللي بترحب بكل المتعصبين والمتطرفين وبتديهم لجوء سياسي، والمسألة دي بدأت تبدو اثرها عليهم. يعني فتصوري انه عملية الانتحار دي اكيد في ارتباط بينها وبين الحادث ده، وديها مخابراتية، لان التقرير اللي كان هيقدمه ده لو كان تقدم به ممكن كان هيكشف عن امور اخرى مختلفة من زمن السبب المعلن للحادث. يعني لان حتى الجريدة دي انا شايفها جريدة بيحكمها بعض الملاحدة واساوا قبل كده المسيح وبيشوفوا كل المقدسات. فيعني انا مش مع فكرة ان حد يهني او انا بسهولة ارد بعنف ووقت الناس، الرأي يقابل بالرأي. لكن حتى هذا النوع من السفيه والأصفر من زي صعبة صفراء كده لا يجابه إلا بالتجاهل، لأن فكرة إن إحنا كل فترة كده تقوم قومتنا علشان الإساءة للرسول، فيلم مسيء للرسول، رسوم كاريكاتورية مسيء للرسول، سلمان رشدي، وإحنا ننجم كل هذه العناصر ونخلق منها ونعمل لها قيمة وتسعيرة. صحيفة شارلي إبدو دي على معلوماتي إنها صحيفة صفراء وملاش أي مقدسات وبتين كل الناس، ليه إحنا بالذات كمسلمين اللي يعني كل ما يتقال إساءة للرسول نقوم نقتل فنسيء لأنفسنا أكتر وتتسنى أقلام أخرى علينا ويتم الإساءة أكتر؟ يمكن الإمام عرفات دكتورة قبل مداخلتك كان بيتكلم في هذا الجزء، كيف أن نقابل الرأي بالرأي وليس الرأي بالعنف. لكن دكتورة هل من وجهة نظر هقول لك على حاجة، القضية ليست جديدة، ليست أول مرة يساء إلى الرسول ولم تكن آخر مرة. أنا عندي كتاب من سنة 97 صادر 97 ومتألف قبلها عن صورة العرب والمسلمين في العالم، ومحطوط فيه خطة داخلية وخطة خارجية إزاي ممكن نحسن صورتنا في الغرب وإزاي يبقى موقفنا مختلف وإزاي حتى نحسن شخصيتنا نفسها وإزاي نخاطب الغرب بلغته وإزاي يبقى فيه هيئة منوط بها فعلا تحسين الصورة. لكن للأسف إحنا الناس المنفذين ما حدش بينفذ آراء الأكاديميين أو الناس اللي بيقترحوا اقتراحات، وتفاقم الأمر بعد ما كنا بنتشاكم إن صورتنا في الغرب سيئة بسبب بعض الهجرة غير الشرعية اللي بتسيء او بتتصرف تصرفات غير مسؤوله، سرقت في محلات حاجات بسيطه، او الافرياء العرب اللي بيسافروا يتصرفوا بشكل سفيه يسيء الينا. المساله دخلت اخذت بعد تاني صعب بقى ان احنا او يعني هياخد وقت طويل جدا عشان نقدر نغيره، لانه دخل بقى في مسائل تطرف وعنصريه وقتل واشكال عنيفه يعني مش. لكن دكتوره هل من وجهه نظرك هل يعني هل ترى أن الإعلام بالفعل
بالغ مبالغة شديدة في عرض الحدث وردود الأفعال التي ترتبت عليه، وخاصة الإعلام العربي أيضا. أنا أرى أنه أو لا، يعني بوجهة نظري كإعلامي، أن هناك بعض وسائل الإعلام التي بالغت أيضا في ذلك. فما رأيكم في ذلك؟ احنا في بصدد، يعني هو يمكن الظرف السياسي اللي مصر بتعيشه دلوقتي هو اللي دعا وسائل الاعلام لتبني يعني لبروزه الموضوع قوي، وحتى بداوا يصودوا مظاهر الحشد الفرنسي وقارنوها بحشد تم في ميدان التحرير، وبدات المساله تبقى ميدان التحرير وميدان الجمهوريه في فرنسا. دعوه السيسي لمحاربه لتكليفه وتفويضه محاربه الارهاب، ودعوه هولندا بانه برضه بنفس المنهج. دعوة الناس لرؤساء ورموز من كل حد وصوب، في مسلمين كتير من المقيمين في فرنسا بدأوا يخرجوا ويقولوا انه نصوم شارلي او جسويس شارلي ويأيدوا، بس علشان يدرأوا عن نفسهم فكرة انهم يضطهدوا او ان التهمة تتلبس بيهم كلهم كمجموع، لان مشكلة الصورة الذهنية دي انها بيتم فيها التعميم. هو فردين هم اللي عملوا الجريمة، وراهم ليكن مجموعة من الناس أو جماعة، لكنهم مش المسلمين كلهم ولا العرب كلهم ولا المقيمين على أرض فرنسا من الأقليات كلهم. فكل دول خرجوا كمان علشان يعني يحافظوا على مكاسبهم، وليس أفراد فقط يا دكتور، ولكن هناك قادة حكومات وقادة دول عربية بالفعل تحركت. أيوة، في مثل ذلك. ده إخراج مسرحي للمشهد، ده إخراج مسرحي للمشهد. فرنسا من حقها تعمل اللي هي عايزة تعمله، بس إحنا بقى لما نفضي فضائيات عربية لمشاهدة هذا الحدث وكأنه صور زي مثلا ثورة مصر ولا حاجة بهذا الشكل، هنا المبالغة ومحاولة المقارنة بين ده وده وخلق أدوار وكده. ويعني بهذه الطريقة نساعدهم دكتورة في أكثر في أهدافهم. احنا بنساعدهم لأن احنا عايزين، هو الهدف الظرف السياسي، احنا بنحارب الإرهاب وبنقول لهم يا جماعة احنا بنعاني من الإرهاب، وبيتقتل لنا ناس وبيتقتلوا بأعداد أكبر من 12 صحفي ملحد ملعون. ايه الحكمه يعني؟ طب انا مش شايفاهم بيهتموا قوي بانهم مثلا يهينوا جوزه او اي يعني نبي او رسول او رمز ديني اخر. اشمعنى مركزين على هل يقدروا في فرنسا يتكلموا عن اليهود بهذا الشكل، او حتى يشككوا في المحرقه، او على طول هيقول لهم معاداه الساميه وما اعرفش ايه؟ طب ما هو اهانه الرسول دي مش من ضمن معاداه الساميه؟ احنا كعرب ومسلمين مش ساميين يعني؟ لا، احنا المفترض الى حد كبير يتم معالجة الامر بشكل مختلف غير القتل والعنف، لكن هم بيوصلوا الناس الى ان يبقى ظهرهم للحيطة، يعني ما فيش قصادهم حاجة او حل. وانا اشك الحقيقة كمان ان اللي حصل ده سببه بس يعني فكرة اهانة الرسول. انا في تصوري انه برضو في جانب من نعم دكتورة كمان، يعني هي لم تهن، يعني تأكيدا لكلامك، لم يعني تهن المسلمين فقط بل مقدسات أخرى. يعني لو كان في تقرير برضو نشر في الفاينانشال تايمز الأسبوع الماضي، الكاتب توني باربر، يعني أنا قرأت التقرير جزء منه، أن الرجل يعني يتهم الصحيفة بالغباء، ويعني بصغر حجم الصحيفة تثير النعرات وتثير الـ يعني تثير الفئات. لان هي فعلا الصحيفه عدوانيه اكثر من اللازم، بتهين مقدسات الناس. عارفه ان في شيء من الاحتقان في العالم دلوقتي ضد الاسلام والمسلمين، وهي بتستغله زي ما يكون شخص مجنون وانت بتثيره فيحتد زياده في جنونه وتهوره. هم يعني كانوا متصورين انهم لما يغالوا في اهانه الرسول يعني الناس هترد ازاي يعني، بس مع نسبه التعصب القائمه. بالدليل يا دكتوره ان مثل هذه الصحيفه يعني بعد الحادث مجموع الأرباح التي حققتها يعني تضاهي سنوات مضت، يعني الآن أرباح ودعم دولي ودعم جمهوري للصحيفة، الصحيفة الصفراء التي لا يعني لا تذكر هناك. هي صحيفة صفراء واحنا اللي أعطينا لها هذه القيمة، فلابد من ان اعادة النظر في اساليب الرفض، ولابد من ان يحدث بقى انا الاوان ان يكون هناك مؤتمر بقى لتعريف الارهاب ومناقشة حقيقية نعم للأمور
نعم احنا يعني سوف نتطرق الى الى نعم يا دكتور سوف نتطرق الى هذه النقطه في مؤتمر في تعريف الارهاب، وهل سيقوم العالم قوماته اخرى ضد الارهاب في المنطقه العربيه وفي الشرق الاوسط مثلما يحدث في اوروبا او امريكا، لكن بعد فاصل اعلاني ونعود اليكم. كوميرشال بريك بليز. تابعوني، انا محمد عبد الظاهر والاقتصاد اليوم في سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن الثلاثاء الاخير من كل شهر. اهلا بعودتكم من جديد، وحلقه اليوم من برنامجكم سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن وسيناريوهات ما بعد احداث باريس الاخيره. ومعي على الهواء مباشره الدكتور عزت عزت، استاذ الاعلام والراي العام ورائد الصوره الذهنية من مصر، ومن واشنطن الإمام محمد بشار. إمام بشار تسمعني؟ نعم أسمعك. يعني تطرقت الدكتورة عزة في محور حديثها حول الإعلام وحول اصطناعية الحدث، يعني في مجال الدين والدعوة، رسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الرحمة، وديننا هو دين القدوة والأسوة الحسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أذاه اليهود والمشركين من قبل ولم يرضى بقتل أحد مما ساءوا إلى شخصه الكريم، ولم يثور يوما على شيء يتعلق بشخصه، بل كانت ثورته على كل ما يتعلق بالدين وشرع الله. فكيف هل هناك من سبيل الرد على مثل تلك الأحداث أو الإهانات بطريقة الرحمة والقدوة الحسنة؟ بداية أنا أريد أن أشكر الدكتورة عزة على ما يعني تكلمت به، لكن أنا فقط أريد أن أقول أنه من الذي سيقوم بهذا؟ فقط المسلمين في أمريكا وأوروبا، ولا أيضا العالم العربي؟ هذا الذي أنا أتطرق إليه. ماذا سنفعل غدا؟ لأنه أنا أقرأ ماذا كتب عن مخططات لتشويه ومخططات لفعل كذا وكذا، هذا نقرأه كل يوم، لكن أنا سؤالي ماذا سنفعل غدا؟ أنا أرى في الإعلام كيف أنه مثلا أطفال في سوريا والمشردين واللاجئين يموتون كل يوم، والإعلام يعني كأنه يتجاهل ماذا يحصل هناك، وهذا اللي حصل أيضا بفعل سياسات أوروبية وأمريكية اللي أطالت هذه المحنة ولم تحل هذه يعني المصيبة من البداية، يلي بالأخير وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من آيسيس وأخواتها. لكن أنا فقط اللي أريد أن أقوله ماذا سنفعل غدا؟ عندك اليوم حقيقة واقعة، مسلمين من أصول عربية في أمريكا وأوروبا، وعندك مسلمين في العالم العربي وفي العالم الإسلامي. ماذا سنفعل غدا؟ أنا يؤسفني أنه الإعلام يختار مثلا ما قاله السيسي في بداية هذه السنة لما كان يخاطب الأزهر في المولد النبوي، ولا يذكر أي شيء هذا الإعلام أيضا عن مؤتمر كامل أقامه الأزهر عن محاربة الإرهاب والتطرف الشهر الماضي، وأنا حضرت هذا المؤتمر. لم يكن هناك يعني التغطية عنه مطلقا في أمريكا، و يعني هذه كانت صرخة. أنا لأول مرة كنت أتفاجأ بأنه أرى وجوه من ألوان متعددة في المشرق كلهم مشاركين في هذا المؤتمر. لكن أيضا أنا قلت يعني سماحة الإمام الشيخ أحمد الطيب أنه نحن بحاجة إلى مثل هذا المؤتمر في واشنطن، نحن بحاجة إلى مثل هذه المؤتمرات أيضا هنا في أمريكا وأيضا في أوروبا. لذلك أنا أعود وأقول ماذا سنفعل غدا؟ ما هي البرامج المعدة لتهيئة هؤلاء الدعاة، هؤلاء يعني العلماء الذين سيخاطبوا العقل الأوروبي والعقل الأمريكي وأيضا اليوم العقل الآسيوي؟ لأنه أحيانا أنا يعني يؤسفني كل ما
انزل الى العالم العربي بشوف موضوع الاسلام والغرب. طيب والشرق هذا متى سنناقشه ايضا؟ الاسيوي سواء في الصين سواء في تايلاند في الفلبين، لانه ايضا انا لما اسافر اجدهم متاثرين بالاعلام الغربي والصورة النمطية عن المسلمين. يعني انا اريد ايضا ان اتكلم عن النظرة السلبية هناك للاسلام والمسلمين، ول سواء يعني هذه الأقليات كثيرة أو قليلة. لذلك فقط أنا أقول ماذا سنفعل غدا؟ يعني ما هي البرامج المعدة؟ يمكن إمام عرفات يعني الخطاب الإعلامي الموجه للغرب أو الموجه لأي فئة معينة يحتاج إلى أن يتحول إلى مستويين، مستوى شعبي مخاطبة الجمهور العادي ومستوى سياسي الذي يضع نصب عينيه المصالح السياسية بالدرجة الأولى ولا يهتم بصورة عرب أو مسلمين. يعني العديد من السياسيين والأحزاب السياسية في أوروبا وأمريكا يعلمون جيدا ما هو الإسلام الصحيح، ولكن لمصالح سياسية ومصالح هم أنفسهم خالقوها يبحثون عنها يشوهون الصورة. يعني يمكن هذا الدكتورة عزة ما حاولت أستاذتنا، هل تسمعيننا؟ اسمعكم طبعا. وانا يعني في كتابي اللي اشرت اليه في البدايه اشرت فعلا الى انه خطوره الاعلام الغربي ان هو بيسمع في كل انحاء الدنيا، وخاصه الناطق باللغه الانجليزيه او المكتوب باللغه الانجليزيه لانها لغه عالميه ومؤثر حتى على صورتنا في الدول الصديقه والشقيقه، ويعني في دول الشرق اللي لينا علاقات حتى تاريخيه بيها زي الهند واندونيسيا والدول اللي كانت بتجمعنا بيها دول عدم الانحياز والكلام ده كله، صورتنا ايضا بدات تبقى سيئه، رغم ان اصلا الاسلام دخل شرق اسيا دخل عن طريق سلوك المسلمين الطيب، فاحنا لازم برضو يعني نلوم على انفسنا ايضا، لان احنا الحقيقه بنقدم كل يوم قدمنا وما زلنا نقدم كل يوم نماذج سيئه ونماذج تتسم بالعنف والتطرف بيستغلها الغرب، فمعها حق احنا اللي بنقدم شكلنا. ما هو اصلك مش ممكن يعني تعطي صوره طيبه عن نفسك الا لم تكن تتصرف بشكل طيب. فانا عشان كده لما كنت بقول عشان تتحسن صورتنا في الغرب لازم يبقى في خطه داخليه لتحسين سمات الشخصيه العربيه والاسلاميه والافكار، ولازم يتطور الخطاب الديني، وبعدين نخاطب الغرب بلغته، مش بمعنى لغته الانجليزيه، لا بلغته الانجليزيه وباسلوب الخطاب الذي يناسبه ولغه المصلحه يا دكتوره ولغه المصالح السياسيه. المصالح السياسيه ممكن نتغلب عليها. هقول لحضرتك حاجه، هو لو احنا عرفنا نبقى نحسن صورتنا كافراد وكشعوب وامم بشكل جيد هتبقى قضايانا السياسيه مقبوله، لكن دلوقتي اللي بيحكم الامر ان الغرب عايز له خططه الخاصه بينا واحنا بندعم موقفه او بنساعده وبنهيئ له الظروف المواتيه كي ينال منا وكي يستعدي العالم علينا وكي يتصرف في امورنا ويتدخل في شؤوننا ويشوه صورتنا اكتر واكتر. فالمساله من الجانبين، ما نقدرش نلوم الغرب على انه بيعمل لمصالحه، عايز يقسم المنطقه، عايز يستغل المنطقه، عايز يتسوي على ثرواتها، عايز يصدر لنا تاني الشرذمه. ما هو لو كنا احنا كلمتنا واحده كعرب او كلمتنا واحده حتى كمسلمين كفئه واحده او موقف عربي او اسلامي واحد، مفيش الطائفيه والمذهبيه، كل ده احنا اللي بنقدمه، ده كل ده احنا بنقدمه على طبق مصدر الغرب كي يلعب عليه او يخطط على اساسه. نعم نعم. إمام عرفات، يعني لو أنت تطرقت إلى ظهور جماعات أيضا جماعات إرهابية أو جماعات تفهم الإسلام بمفهوم خاطئ أو يحركها بعض الجهات الأخرى سياسيا لضرب الصورة الذهنية للمسلمين أو ضرب تعليم الإسلام في مقتل، يعني كيف تفسر علاقة تلك الجماعات الآن بجماعات أخرى داخل أوروبا وأمريكا؟ يعني أنا اليوم يعني كنت أشاهد الأخبار صباحا، إلى الآن كل الإعلام عندنا يعني يتكلم عن ما حدث وعن الconsequences لكل ما حدث وسيحدث في المستقبل. ويعني أنا يحز في نفسي أنه أريد أيضا خطاب ومداخلات رسمية من العالم العربي، يعني هي تتواصل معانا هون. يعني أنا
لا أجد أمامي إلا الملحقيات الثقافية في واشنطن مثلا في السفارات العربية، وبدأنا التواصل معهم إنه هل لكم يعني أي مشروع في التواصل مع الهيئات الأكاديمية الدينية غير الإسلامية لتتكلموا وتؤكدوا على يعني حقيقة هذا الدين، لكن من خلال إرسال من عندكم يعني علماء. واليوم الآن عندي أيضا نازل لواشنطن أيضا للقاء في السفارات، هذه السفارة للملحقيات الثقافية، يعني أنا أريد أن أرى يعني ما هي البرامج عند العالم العربي من خلال سفاراتها والملحقيات الثقافية، لأني أنا أسافر عن طريق الملحقيات الثقافية للسفارات الأمريكية حول العالم، وعندنا برامج عن المسلمين في أمريكا، لأنه الخارجية هنا مهتمة ب يعني إظهار هذه الصورة. طيب أنا بالمقابل أقول للسفارات العربية، هل عندكم أي برنامج مثل هذا هنا في أمريكا للتواصل؟ لأنه الملحقيات الثقافية تستطيع أن تقوم بأشياء يعني أكثر مما تتصور، لكن كثير منهم نائمون وكأنه يعني شيئا لم يكن وكأنه لا شيء يحدث يعني. لذلك هذا اليوم أنا اللي أسميه يعني فقه الدبلوماسية العامة في الإسلام، هذا لا يدرس أبدا في مدارسنا الشرعية، وكيف تتواصل مع هذه الهيئات لكي أيضا تقوم بدورها ولا تقوم أنت فقط بدورك، لأنه اليوم أصبحنا يعني كلنا يعني بنفس المشكلة، نحن نتكلم عن هذا لكن من خلال مؤسسات مجتمع مدني هنا في أمريكا، لكن جميل أن أيضا تتواصل معنا هذه الملحقيات الثقافية الجهات الرسمية. نعم، حتى أيضا الملحقيات الرسمية كلها من هذه الدول أقوى لكي تتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في أمريكا في الدول الأوروبية. دكتورة كان لك تعليق يا دكتورة. الحقيقة أنا شايفة صديقة الإمام أنا بوصلنا على اللي هو بيقوله، بس هو متفائل جدا لأن القضية دي بقول لك دي قضية عمري وفنيت فيها وقت وعملت فيها دكتوراه وكتاب. أنا بشوف إنه الاعتماد على الجهات الرسمية كوزارات خارجية ومكاتب إعلامية ومكاتب تبع هيئات الاستعلامات وجامعة الدول العربية ومكاتبها، كل دول ناس موظفين ليس لديهم أي حماس حقيقي يعني لتحسين الصورة، وليس قضيتهم ولا بينشغلوا بيها وما بيقدروش يبتكروا أي حاجة أو يتصدوا لأي حاجة، كل الأوامر لازم تجي لهم بشكل بيروقراطي، فلا نعول عليهم كثيرا. إنما أنا شايفة دلوقتي صورة العرب والمسألة دي وصورة المسلمين أقصد ووطننا بالإرهاب، هو ابتداش النهاردة، ده بادي من أيام بعد 67 وبداية النشاط الفلسطيني المقاومة اللي اعتبروه إرهاب وبدأوا ينسقوها بعد كده بالليبيين وهكذا لحد دلوقتي، وبقينا كلنا كمسلمين. وفعلا لو كان من زمان اتعملت فعلا هيئة مستقلة لها بتجمع كل الأنشطة دي، وتكونت كمان في الغرب جماعات ضغط عربية قوية وإسلامية قوية تعادل الإيفاق اللي هو عددهم أقل مننا كعرب، ومع ذلك ناشطين وملتزمين وبيتابعوا وبيرهبوا الناس بحيث إن ما حدش يقدر يجيب كلمة عن إسرائيل، مع ذلك إحنا كأننا عرضنا مستباح. فما تتعشموش خير قوي في الجهات الرسمية إلا إذا كانت على مستوى عالي جدا من القيادات، لكن المكاتب اللي هي الناس بتتبعت سفير أو قنصل أو ملحق ثقافي أو إعلاني أو أيا كان بتتبعت كده مكافأة ليك عشان تقضي 4 سنين تاني. لا لا يا دكتورة، كلها أجندات أخرى وأمور أخرى أكثر من. فلذلك يعني أنا فقط أحببت أن أقول إنه معينة. لكن يعني دكتورة وفضيلة الإمام، سندخل إلى فاصل إعلاني الآن، ولكن أنبه على المستمعين، نحن بعد الفاصل سوف نتلقى بعض اتصالات على الرقم 248-55-73300 again 248-55-73300. نتلقى الاتصالات بعد الفاصل الإعلاني. commercial break please. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، ولدينا اتصال من أحد مستمعينا. ألو، صباح الخير. صباح الخير، تفضل يا من معي الأول، نتشرف بيك. بسام. أهلا أخي بسام، تفضل. حضرة الإمام قال بأنه بعض المتطرفين يفهمون القرآن خطأ،
ولكن القرآن لكل مكان وزمان. ومثلا سورة الأحزاب 26 و 27، وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأرثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. يعني مثلا إذا الداعش إذا يستلمون على أراضي وبيوت المسيحيين موجودين، هذه آية تعطيهم الحق باستيلاء على أموالهم وعلى نسائهم. شكرا أخي بسام. فضيلة الإمام شكرا لمداخلتك. فضيلة الإمام سوف يرد عليك. تفضل فضيلة الإمام. سمعت أخي بسام، تفضل. شكرا شكرا لاتصالك أخي بسام، لكن أريد أن أقول لك أنه هذه الآية مخالفة تماما لما أنت استشهدت فيها بما تقوم به داعش. أولا هذه الآية تتكلم عن في الأحزاب وبعد غزوة الأحزاب و اليهود اللي يعني خانوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وصفوا في صف أهل قريش، مع العلم أنه كان في معاهدة أنه لا يعني يفعلوا أي شيء للمسلمين ولا ينضموا لأي من يحارب المسلمين. فهذا موضوع له سياق مختلف تماما عما تفعله داعش مع المسيحيين. المسيحيين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الآية هذه كما قلت في السيرة النبوية المطهرة لها سياقها التاريخي، لكن ما تفعله داعش مع المقيمين من أهل العراق والمسيحيين اللي صار لهم يعني آلاف السنين لحتى هم موجودين قبل وجود المسلمين هناك. يعني القرآن فضيلة الإمام أن يعني في الإسلام يدعو إلى التسامح والتعايش مع يعني الآخرين مسيحيين أو يهود. يعني هذا ما تفعله داعش ضد المسيح العراق ضد الإسلام وضد تعليمه، ولا يستند أساسا. يعني يمكن حضرتك لديك أكثر مني علما وأكثر مني دراية بذلك، وضح الفكرة فقط لبسام. تماما. لدينا اتصال آخر. ألو، مساء النور. صباح الخير محمد عبد البار. تفضل يا أخي. صباح الخير. ألو، صباح الخير. أسمعك. ألو صباح الخير. صباح الخيرات. صباح الخير أسمعك جيدا. نعم تفضل. نعم أستاذ محمد عبد الظاهر، أحييك وأحيي الضيوف الكرام الدكتورة عزت وسماحة الإمام محمد بشار. أنا نجيب حبة من ديترويت. نعم أستاذ نجيب، صوتك مميز وأنت صديق لنا يعني والبرنامج منذ فترات. شكرا لكم أستاذ محمد عبد الظاهر، وشكرا للسيدة ليلى الحسيني مديرة إذاعة الصوت العرب أمريكا. سؤالي هنا وباختصار دكتور أستاذ، هل تعتبرون من وجهة نظر سماحة الإمام محمد بشار كرجل دين والدكتورة عزت، هل تعتبرون منظمة داعش ومنظمة القاعدة منظمات تكفيرية يحرم التعامل معها من وجهة نظركم كرجل دين وكأستاذة؟ وإذا كانت كذلك، أليس من اللازم إصدار الفتاوى من قبل رجال الدين الإسلامي المحترمين بهذا الخصوص؟ وشكرا لكم. شكرا أستاذ نجيب، وصلت الفكرة. أستسمح ضيوفي الكرام، نأخذ اتصال آخر ثم نجيب على السؤالين. اتصال آخر. نعم ألو. ألو. صباح الخير. صباح الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي يا أخي؟ أخ حميد. عبد الحميد، تفضل يا أخي. أخي هناك تشويه كامل، يعني قنوات فضائية تتكلم عن الإسلام وتشوه الإسلام من كل جهة. يعني أرجو من شيوخنا الكرام، يوجد هناك
قنوات فضائية تسيء للإسلام. يعني أرجو من شيوخنا الكرام يردون على هذه القنوات هذه من أجل إشكالهم، مثل القناة الفضائية الفادية الفضائية للقمص الذكرية وقناة الحياة ضد الإسلام، موجهة ضد الإسلام. أرجو من شيوخنا أن أرد على هالقنوات هذه وإشكالهم. وصلت فكرتك. الإعلام المشوه أو الذي يشوه دين أو يشوه قيم معينة. لدينا اتصال ثالث وأخير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس على الأخت عزة. نعم دكتور عزة، تفضل. من سيرة كلامها دا تقول هم 12 واحد قتلوهم، يعني مو فتشي كبير. ليش؟ لأن هي عايشة بالدول العربية، الإنسان ما عنده قيمة. العالم الغربي 12 واحد يقتلون على إذا كانوا مجرمين خلي يقتلوهم، إذا بس هذولا على الفكر. أنا شخصيا ما أتفق ويا هذولا أعمالهم، بس أنا ما أتفق قتلهم. بس جوابي للإمام لما دي يقول على زكريا بطرس وقناة الحياة، خلي يطلع لذولاك دي يقولون. أستاذ عبد الحميد، أنا سؤالك هل أنك هنا تثمن يعني تقلل من قيمة أو تعترض الدكتور عزة في تقليلها من قيمة مقتل ال 12 أو 20 فرنسا أو ماذا؟ هذه الفكرة وصلت والدكتورة لها حق الرد، لأن أمامنا 3 دقائق فقط. تفضلي دكتورة. شكرا لك على المداخلة. قيمة القتل، وأقدر تماما أن العالم الغربي لو مات عنده كلب بيبقى ليه قيمة، وأنه فعلا للعالم العربي لا يقدر أبنائه. إنما أنا بتكلم عن إيه، وأنا من البداية قلت أنا مش مع الأكل، إنما الرد بدبلوماسية وبذكاء ومقارعة الحبة بالحق أو الحبة وليس القتل. لكن أنا بقول إن إحنا في مصر على الأقل بقالنا أكثر من سنتين بنعاني من الإرهاب، وبيتقلنا أعداد مهولة أكثر من كده، وآخرها كرم القواديس، وكنا بنخاطب العالم الغربي عشان يقف معنا ويقول إنه داعش دي إرهاب، وإن جماعة الإخوان إرهاب وأنصار بيت المقدس إرهاب. ما كانش العالم الغربي لما هم قتلوهم 11 بدأوا، لأن هو الإعلام الغربي الحقيقة، وبالصدفة إن أنا بدرس صحافة عالمية وإعلام دولي، بيأكل مش أمريكا بس اللي بتأكل بمكيالين، الإعلام الغربي كله بيأكل مكيالين. ولما وصل الأمر ووصل لطرف شبهم هم بدأوا يهتموا وبدأوا يبروزوا الأمر. شوف هم عملوا إيه عشان 11 فرد، وإحنا بقالنا سنتين بنقول يا ناس دي ناس. بعدين أنا ضد فكرة، على فكرة صديق المجتمع اللي اتصل وقال بيكرر حكاية بعيدا عن التفسير الديني، هما المقيمين في الغرب. ده السؤال الخاص بالقنوات الفضائية دكتورة، لك حرية. ده السؤال الثاني الخاص بالقنوات الفضائية، يعني ما رأي حضرتك فيه؟ الخاص بالقنوات الفضائية اللي بتسيء للإسلام. نعم. أنا في تصوري أنه أصلا الدواعش والمتطرفين والمتعصبين هم اللي بيقدموا المادة اللي ممكن تبدي هذه الفضائيات وتشجعها على أنها تسيء للإسلام. حتى قنواتنا الإسلامية الفضائية اللي بتتكلم دايما في إطار إذكاء روح التصرف، وبتتكلم عن الغرب، الغرب الصليبي اللي بتنطوي، مش قادرين حتى عايشين في التاريخ، مش قادرين حتى يشعروا بأن الصفحة العنيفة بتاعت الغرب الصليبي المتطرف العنيف اللي كان بيحاربنا ويغزونا، الصفحة دي انطوت ومن ساعة صلاح الدين. يعني احنا دلوقتي صحيح في هجمة أخرى وشرسة من ساعة أحداث 11 سبتمبر علينا كعرب وكمسلمين، لكنها واخدة طابع مختلف خالص، ما يبقاش الرد عليه بالعنف ده. والا ما بنعيب عليهم ليه همجيتهم ايام الفرنجه؟ ما بنصوش لكل الغرب على انه برضو نعم طفره وفرنجه والفكره اتغيرت، واحنا ما زلنا بنحارب بمنطق العصور البائده. نعم دكتورة. إمام بشار، هناك سؤال سأله أول المستمعين حول داعش والقاعدة والذي يعتبره هم تكفيريين، أو فكيف الإسلام أو المسلم الصحيح التعامل معه؟ يعني كثير من الفتاوى أصدرت بما يتعلق بداعش والقاعدة، وأنهم منظمات إرهابية، وأنهم
يعني خطر على الإسلام والمسلمين، وليس هم فقط وكل من يعني يحذو حذوهم، هذا يعني أصبح معروف، يعني فقط تدخل على الجوجل وتشوف هذه الفتاوى الموجودة. فأنا فقط أريد أن أقول نعم، هناك كثير من الفتاوى لمن يريد أن يتعقب هذه الفتاوى، كل هذا موجود اليوم، أصبح يعني أونلاين، سواء المنظمات الإسلامية في أمريكا أعلنت وبكل صراحة، أو الأوروبية، أو العلماء من العالم العربي، سواء من السعودية أو من مصر أو من بلاد أخرى، كله تكلم في هذا. وللأخ حميد الذي تكلم عن تشويه كامل على القنوات الفضائية هنا في أمريكا، نعم هذا صحيح وموجود. المسلمين في أمريكا يقوموا بما يستطيعون القيام به، لكن أنا يعني لما أسأل إخواني في العالم العربي اللي عندهم قنوات فضائية ويخاطبوا فيها العالم العربي وحده، أقول لهم يعني متى ستوجهون هذه القنوات إلى أمريكا وتخاطبون العقلية الأمريكية ولا تخاطبون العقلية العربية وأنتم تتكلمون لأمريكا، ولكن أيضا تخاطبون العقلية الأمريكية. يعني نعم يا دكتورة، أنا يعني أعتذر بشدة لجميع عايزها تخاطب الغرب، هي ما عندهاش هذه. نعم يا دكتورة، يعني الدكتورة لا يسعنا من الوقت إلا يعني أن نوجه الشكر لسيادتكم، وأنا أعتذر بشدة عن عدم استقبال اتصالات من العديد من المستمعين. سيدات والسادة، لا يسعنا من الوقت إلا أن نوجه الشكر والتقدير لكل من الدكتورة عزة علي عزة أستاذ الإعلام من مصر، وفضيلة الإمام محمد بشار عرفات من واشنطن. كنتم معي اليوم محمد عبد الظاهر في حلقة يوم